أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن تنامي العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة أسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين، منوها سموه بمستويات التنسيق الثنائي التي وصلت إليها العلاقات المشتركة بين البلدين والتي أسهمت في تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم سعادة السيد جيروم كوشارد سفير الجمهورية الفرنسية الصديقة لدى مملكة البحرين، حيث رحب سموه بالسفير الفرنسي الجديد متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مشيرا سموه إلى أن ما تشهده العلاقات الثنائية من نمو متواصل أسهم في دعم مختلف الشركات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين ويحقق تطلعات المنشودة. من جانبه أعرب السفير الفرنسي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.